مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم معانا واول حلقه من برنامجكم ولاد البلد. في بدايه اول حلقه في عام 2019 بقول لكل الناس كل سنه وانتم بخير وصحه وسعاده وسلام دايما يا رب. ومن خلال برنامجنا بنكون حريصين دايما اننا نقدم لكم كل النماذج المشرفه الايجابيه، الناس اللي بتحب بلدها بجد، الناس اللي بتخاف على بلدها، الناس اللي بتساعد بعضها. فعلا احنا محتاجين اننا نسلط الضوء على ولاد البلد. هنبدأ معاكم حلقتنا مشاهدينا بالتقرير اللي جاي ده، وهنشوف من خلاله امنيات كل الناس في عام 2019 لمصر. اتمنى في 2019 ان شاء الله لمصر التقدم، واتمنى ان احنا نبقى الرياده دايما لمصر، واتمنى ان الشباب تبقى كلها في فرص عمل وتتاهل كويس. مصر تبقى دوله مزدهره وفيها تعليم وفيها صحه. اتمنى لها انها تتقدم وتزدهر، وخصوصا ان هي ماشيه على طريق التنميه بصراحه. اتمنى ان اشوف مصر 2019 خاليه من فيروس سي وخاليه من جميع الامراض. انشاء مصانع اكتر، تشجيع الاستثمارات. اتمنى الخير لمصر، وبتمنى الجيش بتاعنا يفضل قوي. اتمنى استكمال كل الخطط اللي بداها الرئيس السيسي، خطط المستقبليه اللي العالم كله بيتكلم علينا عن النجاح العظيم اللي احنا عملناه خلال الفتره اللي فاتت. السعاده اللي انا فيها دلوقتي محدش فيها في العالم كله، لان طالما احنا زرعنا والصبب الزراعيه اللي عملوها سمعتها في التلفزيون، ده يدل على ايه؟ اللي بياكل من فاسه قراره من راسه. انا ما باجي اوضب شقتي الشقه كلها بتتكركب والدنيا بتبوظ. احنا بنوضب دوله، احنا بقالنا سنين طويله ما فيش حاجه كويسه بتعمل في البلد. لما نيجي نقول ان احنا بدانا نحط رجلينا على اول خطوات السليمه علشان نعمل حاجه كويسه في البلد، لازم كلنا نستحمل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الأساسية في حلقتنا النهاردة، ويمكن مع بداية كل سنة جديدة الحقيقة بيبقى كلنا عندنا طموح وأحلام إننا نغير حاجات كتيرة حصلت في حياتنا، حاجات كتيرة كانت سلبية، مشاكل السنة اللي فاتت كلها المتراكمة، بنحاول إننا نخرج بتجارب، يعني زي ما نقول كده إننا نحاول نصلح كل الأخطاء اللي عملناها. فيمكن بتبقى فرصة جديدة وبداية جديدة. فموضوعنا اللي احنا محتاجين فعلا نتكلم عنه في حلقتنا النهاردة هو ازاي نقدر نخرج بالطاقة السلبية او المشاكل اللي مرينا بيها، وكمان نقدر ان احنا نستغل يعني الصعاب اللي مرينا بيها باننا نبقى بيها احسن، وان احنا نتغير ونغير كل ده بصورة ايجابية ويبقى دافع وحافز لنا اننا ننجح. كمان مهم جدا اننا نتكلم عن صحتنا، وكمان نتكلم عن الاغذية. الاغذية او الاكلات اللي احنا ناكلها، ازاي الاكلات دي بتقدر تغير من الحاله العامه، الحاله المزاجيه، المود بتاعنا. دايما بنسمع كده ان في اكلات معينه الواحد بياكلها بيكون مبسوط قوي، يعني دايما الستات كلها مثلا بتحب الشوكولاته بيقولوا انها ايه بتحسن الحاله العامه او المود بتاعهم. فده برده هيكون موضوعنا اللي هنتكلم فيه في حلقتنا النهارده، وهنعرف بقى العلاقه ما بين الاكلات وكمان العلاقه ما بين يعني الحاله النفسيه، وازاي بشكل عام كمان نقدر يعني نحاول نغير من حالتنا النفسية وان احنا نبقى عندنا طاقة ايجابية. موضوعنا وكل ده طبعا هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي بينورنا، دكتور عادل عبد المنعم استشاري التغذية العلاجية والتخسيس. اهلا بحضرتك يا دكتور عادل. أهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا بيكي. دكتور عادل، زي ما كنا بنتكلم كده يمكن يعني عايزين نعرف في البداية، هل في فعلا علاقة ما بين الاكل والسعادة؟ هو انا هأجل الإجابة دي لغاية لما أجاوب على المقدمة بتاعت حضرتك. سنة 2018 الواضع فيها أن كانت الناس حاسة بنوع من أنواع الكآبة، ولو سألتي أي حد هيقول لك السنة دي مش عارف إيه اللي حصل فيها. إحنا في نهاية كل سنة بنقول كده بصراحة يا دكتور. لا، هي السنة اللي فاتت المود العام بتاع البلد بس كان مود عدم الرضا. إن إحنا كل واحد بينجز بس هو مش مرتاح للإنجاز ده، مش راضي عنه.
مش مكتفي بيه. عدم الرضا يؤدي إلى عدم السعادة. عدم الرضا يؤدي إلى الطاقة السلبية. صحيح. عدم الرضا يؤدي إلى تراكم الطاقة السلبية. فيبقى في المحور النهائي بتاعة السنة اللي هو النكد. سنة كانت نكد. خلاص. واحدة اتجوزت هتلاقيها. بس شايفة إنه كانت نكد. معناها اتجوزت. التانية اتطلقت وشايفة برضو انها كانت نكد. صحيح. في حين ان الاتنين دول ممكن يكون سبب سعادة الاتنين. انها اتطلقت في الوقت ده. لو كانت اتطلقت بعد كده كان هيبقى مشاكل أكتر. اكبر. صحيح. والجواز نفس الحكاية. فهو فكرة عدم الرضا كويس دي كانت مسيطرة السنة اللي فاتت على 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 البلد بشكل ايه عام. 2019 اهم سمة فيها هو الرضا. ان هيبقى فيه الرضا. ولذلك يمكن اول سنة فلكية نقسمها الى اربعة. ان كل برج في سنة من السنين يعني في كل ثلاث اشهر يتغير وضعه من الى. من الى. بس في الشكل العام او في الحوار العام يبقى في السنه الجايه ان شاء الله هيكون فيها رضا. ارد بقى على سؤال. اتفضل يا دكتور. الاغذيه ليها علاقه بالحاله النفسيه ديت بلا نقاش. انما اخر ابحاث من فتره وجيزه بتقول ان اللي بياكل مقليات اكتر ودهون اكتر واكثر عرضه للكآبه من اللي بياكل مسلوق ومشوي اكتر. اللي بياكل بروتين ودهون اكتر هو اكثر عرضه للكآبه من اللي بياكل سمك وفراخ مسلوقه او بانيه او مشويه يعني. دي جزئية. الجزئية التانية الأكل مرتبط ب أنا حالتي النفسية أصلا إيه. من يأكل على شبع يؤدي إلى نتيجة عكسية. صحيح. من يأكل على جوع يؤدي إلى السعادة. فنحاول نترك أنفسنا نجوع. الإحساس بالجوع ده ولو 10 دقايق لو ربع ساعة وبعد كده اكل يدي احساس بالسعادة اكتر من ان انا شبعان وباكل برضه. تمام. ده جميل جدا. لا يعني واخدين بالكم يا جماعة كمان جزئية ان خلوا بالكم البروتين المقليات كل حاجة من الحاجات دي بتدي شعور مختلف. بالظبط. يعني المقليات والحاجات دي بتخلي واحد عنده اكتئاب. الى الاكتئاب. اها. كويس. تمام. في جزئية تانية. اللي هو الحلويات. تمام. مشكلة الحلويات ان انا لما اجي اكل حلويات اكلها مرة في اليوم او مرتين في اليوم ويبقى الفرق فيه 5-6 ساعات. جميل. هي ناس بتاكلها حاليا مرة في الساعة للأسف. بياكلوا حلويات. بناكل حلويات كلنا. اللي هو يجيب ايه؟ يجيب مثلا شوكولاتاية وياخد قطعة ويفضل شغال وتخلص وبعدين يخلص شوية يروح واحد تانية. عارفة كده مرة ده بيعمل ايه؟ ده بيضخ الانسولين في الدم. جميل. فيبدأ الشخص يحس بالايه؟ بالسعادة. هو ما بذلش مجهود عشان يحرق الانسولين ده. فتبدأ العضلات تمتص الانسولين ده. فيبدأ يحس بالخمول والهبوط والكآبة فياخد مكعب تاني فينتعش فتبدا القصه هكذا. عشان كده في ناس عندها ادمان شوكولاته. بالظبط كده. الاكل على فكره في دايره الادمان. صحيح. دي بلا حوار. صحيح. يعني احنا متعودين على كلمه ادمان هو ادمان مخدرات ادمان. صحيح. مشروبات بتاع كده. انما هو الاكل فيه ادمان. وفي ناس يا دكتور سعادتهم نفسها بتبقى في الاكله. وخلينا برضو نشوف مع حضرتك لما نزلنا وسالنا الناس عن رايهم عن السعاده وعن التفاؤل وازاي نبقى ايجابيين. تعالوا نشوفوا الناس قالت ايه ونرجع مع بعض نكمل مع دكتور عادل. We'll be right back.
عصير اشتريه دم وادفع ثمنها فين طموع الهم فين السعادة فين اشتريه دم وادفع ثمنها فين طموع الهم فين السعادة فين يا ناس طريقها منين فين السعادة فين يا ناس طريقها منين فين السعادة فين يا ناس طريقها منين. السعادة والتفاؤل دي غاية لا تدرك ملهاش نهاية، وإن أنا أجتهد وأكون راضي. التفاؤل الإنسان لازم يتفائل بالخير، وكل صح عايز باجتهاد أوصل كذا أوصل كذا أوصل كذا. التفاؤل في حاجات كتير، في الشغل، في إنك تبقي حاجة، في إنك يعني في الصحة، في كل حاجة. يبقى عنده تفاؤل وإيمان بربنا كبير إن إن شاء الله اللي جاي أحسن واللي جاي خير. السعادة والتفاؤل إن أنت تجتهد، إن أنت تعمل شيء كويس لنفسك لأولادك لبلدك لإخواتك. لازم كل شخص يكون عنده تفاؤل وعنده أمل عشان خاطر إنه يقدر يفكر لبكرة. القناعة والرضا هي دي اللي تسبب السعادة. السعادة في الرضا بالمقسوم وفي الاقتناع بأن كل حاجة بتيجي من عند الله سبحانه وتعالى. دكتور عادل، ناس كتيرة جدا لما بتيجي مثلا تعمل دايت بيبقى عندهم نوع كده من الاكتئاب، ان هم فعلا اتحرموا من كل الحاجات اللي بيحبوها زي اكل، اكل كتير اتحرموا منه، فده بيعمل عندهم نوع من الاكتئاب، واحنا مش عايزين برضو نوصل لحالة الاكتئاب دي. القصة في الرجيم بس اصلا المفروض ما فيهوش جوع. يعني المفروض اصلا في الرجيم ما فيش حاجه اسمها جوع. احنا مختلفين على النوعيه. تمام، جميل. لا يمكن حد يكون تخن تحت اي مسمى، لان السبب الاساسي على فكره للسمنه كويس مش كتر الاكل، مش الكم، الكيف، طريقه الاكل. طريقه الاكل، الطريقه كمان، الطريقه نفسها كويس. احنا الاثنين هناكل فراخ، بس انا رحت جبتها من المحلات اللي بره اللي بتبقى الجلد بتاعها تخن كده مقليه. وحضرتك جبت الفرخه وسلقتيها وبعدين حمرتيها او شويتيها او دخلتيها الفرن. الفرق ما بين الاثنين فرق سعرات رهيب طبعا، فرق كبير في السعرات تقريبا كويس 4000%. الرجيم هو للعادات الغذائيه الخاطئه. كان في بحث كنت مشترك فيه، لو جبنا شخصين والشخصين دول بياكلوا كل يوم فطار غدا عشاء فول ورغيفين وسلطه خضراء، اوكي، واحد بيفطر الفول بالسمنه البلدي والغدا يحبه بالطماطم والعشاء بيحبه بالطحينه، التاني صبح ظهر بالليل بالسمنه البلدي، مين يتخن اكتر؟ اللي بيتخن اكتر اللي الصبح بالزيت او بالسمنه والظهر بالقوطه وبالليل بالطحينه. اللي بياكلها بسمنه بلدي على طول ده ما يتخنش. بس هي السمنه البلدي اصلا عكس ما الناس تعرف سعراتها قليله، يعني سعراتها مش كتيره زي الزيت. هي مش سعراتها قليله، السمنه البلدي اقل من الزيت بكتير. لو ما اتحطتش على النار، لو انا خدت حته سمنه حطيتها كده على الفول او الزبده حطيتها كده على الفول وهي ساحت لوحدها ما حطيتهاش على النار، بتبقى دهون غير مهدرجه، فبيبقى سهل هضمها. صحيح. غير لو احطها وقدحها وفي احلى من القدح واحط عليها الفول وكده خلاص دي بقت كده. لو حد بيتفرج وعامل رجيم وعايز يبدا السنه الجديده بانه يحافظ على وزنه وصحته، احنا بوظنا الدنيا. فهو الزبده لو اتحطت بارده ما اتحطتش على النار افضل بكتير قوي الزيت العادي وهو سخن. عايزين نتكلم مع حضرتك بقى، واحنا كمان يعني في بداية سنة جديدة، ازاي نقدر نبقى عندنا طاقة ايجابية؟ ازاي نقدر نتخلص من الافكار السلبية القديمة؟ ازاي نقدر نمر من مرحلة يعني اكتئاب او احباط لمرحلة او اخد كل التجارب السيئة دي اخرج بيها واحولها لطاقة ايجابية، ان انا هبقى اقوى، هبقى انجح، هغير من السلبيات اللي انا مريت بيها. ابعد عن الاشخاص اللي بيسودوا الدنيا، ده كده لوحدها بقى يعني هيبعد عن الناس. يعني ارجوك ياخدوا وحده، مالكوش دعوه بيا. خلاص عارفه ممكن تقعدي مع واحده فتجيب لك هم الكره الارضيه
في 10 دقايق حكايات بالظبط. المشاكل صحيح فتروحي قايمه كتير كمان بطاقه سلبيه تقابل مشاكل. حد تاني الاسعار وحصل وما حصلش وممتع. دي كلها عباره عن طاقات سلبيه انا بكتسبها واروح بيها الايه البيت. اي منظر الاقيه في البيت مش يعجبني مع الطاقه السلبيه اللي انا هكسب البيت نفسه هيطلع على البيت طاقة كله طاقه سلبيه وتبقى الحاجات كل اللي في البيت هيتنكدوا سلبيه في سلبيه. صحيح. ده واحد. اتنين، بخش السريري وانا في دماغي مشكله. انا افضل قاعد في الانتريه في الارض في اي حته انما ما اخشش السرير وانا واخده الافكار وقاعده هخش على السرير بقى وابدا افكر انا هحل المشكله دي ازاي. السؤال بقى هو اللي الجزء اللي انا عايزه اعرفها، هل صح ان الواحد يبقى واخد المشكله بتاعته وساكت ويحاول ما يعني يدخل جوه البيت ما يعملش اي مشاكل ويدخل بطاقه مختلفه خالص عشان اللي في البيت ما لهمش الذنب او الاطفال الاهل الزوج او الزوجه، يعني هل ده صح ولا هل مثلا الصح ان اشارك حد قريب مني مشاكلي وهمومي عشان الفضفضه دي برده ممكن تطلع طاقه سلبيه من جوايا؟ هي الصح الحقيقي الصح يعني ان انا اعمل سله مهملات لمشاكلي لحواديتي. دي هتشيل ايه ولا ايه؟ لا ما انا هقول لك ما انا هقسمها بقى وانا خارج من البيت اتخيل ان في سله مهملات وانا خارج ارميها فيها بالحس. وصلت الشغل فحوصل الشغل انا فري طاقه ايجابيه مش جايب مشاكل البيت معايا. ماشي. بنواجه مشاكل في الشغل دخلت الشغل في مشاكل وانا خارج من الشغل اتخيل ان في سله مهملات هرمي فيها مشاكل الشغل. هبدا اخد طريق ايه؟ اول بروح البيت اخد مشاكل البيت احطها في جيبي بقى ما صح تتحل هتتحل جوه البيت. ما اخدش مشاكل الشغل معايا جوه البيت وما اخدش مشاكل البيت جوه الشغل لان الشخص اللي بيبقى جايب بمشاكل البيت ورايح الشغل بيها بيبقى كئيب. بيبقى رد فعله لاي مشكله هايفه او بسيطه او بيبقى رد فعله عنيف او اعلى من المفروض. انما لو هو جاي من البيت فايق ورايق وعايق هيقابل المشاكل بتاعت الشغل دي ازاي؟ ولا كان في مشاكل. صحيح. طيب لو هو خرج من الشغل كويس ورمى مشاكل الشغل في سله مهملات الشغل وياخدها الصبح وهو جاي ما بروش يرميها خالص، لا هو بس هيرميها مؤقتا عشان اللي في البيت دول ما لهمش ايه لازمه. على فكره لو دخل في البيت وشه مبتسم بس خلاص هيضيف بهجه على البيت كله على البيت كله. صحيح. دخل بقى صحيح ده هيضيف كآبه على البيت كله في جزء من الثانيه. بص المبدا العام طاقة سلبية تجيب طاقة سلبية. صحيح. طاقة حتى للأفراد بتتنقل هي عدوى يا دكتور، تعتبر بتتنقل كمان زي العدوى. ده خلاص ما هي بتتنقل، هي طاقة أصلها، أصلها طاقة، لا ترى، هي تحس بس. الفلوس تجيب فلوس. الصحة تجيب صحة. ده الشغل يجيب شغل. النوم يجيب نوم، الكسل يجيب كسل. صحيح. الفقر يجيب فقر. صحيح. هي الأمور بتجيب بعضها. النجاح يجيب نجاح. صحيح. وده اللي احنا جايين وعايزين نقوله النهارده. فلازم احس فعلا بنجاحي كويس ولو كان بسيط. فانا نجحت النهارده كماتش كوره مثلا نجحت في الشوط الاولاني جبت جون كويس ما جبت السبعه انما لو جبت سبعه ده كان يبقى شيء رائع. انما انا لازم احاول اجيب سبعه علشان اجيب ايه جون. فاذا النجاح يبدو انه بسيط بس اسمه ايه نجاح. ابني عليه. صحيح. ما ابنيش على الفشل. صحيح. ما ابنيش على الفشل السابق. يعني انا ابني على النجاح الايه اللي جاي. دكتور عادل يعني احنا سعداء اولا جدا بوجود حضرتك معانا، سعداء بالطاقه الايجابيه اللي نقلتها لنا لينا كلنا هنا في الاستوديو، واتمنى كمان كل مشاهدين اللي يعني يكونوا استفادوا يعني من كلامنا ومن حلقتنا، وان شاء الله حضرتك تكون موجود معانا كمان لما محتاجين بقى نتكلم ان يعني يعني كلام النظري فعلا في قمه الجمال، ازاي احنا نقدر نطبقه مع نفسنا ونتعامل معاه بشكل عملي. بشكر حضرتك جدا دكتور عادل عبد المنعم استشاري التغذيه العلاجيه والتخسيس، ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا. بشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعه. اتفضل يا دكتور. ابتسم تبتسم لك الحياه.
أجمل جملة يعني نختم بيها مع كل مشاهدينا. بشكر حضرتك مرة تانية، بشكر كل مشاهدينا، واستنونا إن شاء الله حلقة جديدة وموضوع جديد ومن برنامجكم ولاد البلد.